ورد بدأ دحام ورد دكتور عايض، ثم دحام دكتور عايض، ودحام اليوم لديه الجديد، فاسمعنا يا دحام. أنا قبل لا أبدأ في القصيدة، يوم قال الشيخ عايض قال لك سمع دحام ينشغل، يوم قال سمع دحام النطق لها، أنا كنت مستانس الصراحة في المحاورة وفصلها مع الشيخ عايض، ولكن في حاجة جتني تعدت فرحتي في المحاورة. من ضمن الرسالة اللي مرسلها لك يقول سمع صديقي دحام، فأنا هذه الحاجة هي اللي تحلويتها واستانست فيها، وهذه اللي طلعت أماري فيها وأقول هذا صديقي، فليرني كل امرئ منكم صديقه. الله الله الله، الله يطول عمرك صديقي، لأني لما اخترت هذيك شختك بختك وقع اسمي عليها. ألف نقطة. ترقع ذيك الأبيات اللي الأولى، في بعضهم ما حضرها، ماني بعدها باللحن الأولى على طول لين نوصل حقة الليلة. بدأت قلت يا مرحبا يا شيخ عايض باسمي وباسم الرجال، في حلة تشرفت في جية اللي نحتريه، يا شيخ ودك نلعب الطاروق ونجيب الجزال ويكون في هذا اللحن وتعرف من غنى عليه، اللي هو أقصد ترك الميزاني. قال أهلا بدحام المراجل والشعر جاله مجال، حي الله اللي مجلسه بغلى الذخائر نشتريه، انطير حاز الفخر والأمجاد ما فيها جدال، أهلا بحمران النواظر كل شغم من نبي عليكم زود. قلت يا شيخ يا دكتور يا جرفاس شيال الثقال، يا من كبيرات المصايب تصغر جت في يديه، يا القرن يا اللي ضايع صيتك على روس الجبال، عطنا من أقوى السلف يا صاحب العلم النزيه. عندك الأبيات اللي هو رد علي فيها. طبعا الشطر الأخير تعمدت أني أجيبه ما نقفلها، وأنا داري أنه بيفهمها على طول، يدري أني خلاص نبي نفتح العنان فالقصيدة ندخل في لب الموضوع على قولتهم. قال الله يا راعي الصوت المحبر فيه من نغمة بلال، يقول مالك بن أنس العالم الفذ الفقيه، لا تنخدع يا صاحب السنة إذا جت قيل قال، عليك بقوى النبي الهاشمي صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صح الله لسانك، رحم الله والديك. الله يطول عمرك. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه ابو عبد الله. محاورة جميلة وردية جميلة بين الدكتور عايض ودحام، وستستمر إلى نهاية البرنامج بإذن الله كما عادانا دكتور ودحام بإذن الله. سبحان الله، زادهم الله من واسع فضله. كان بنصلي ولا إيه؟ لا لا، هو اقصد انه بدايه البرنامج كان فيه اتفاق بينك وبين نواف استند قصيده لا اله الا الله. اي لا إيه.